حلبوسي وبرهم برا تشملكم هاي الثورة. هذه الهتافات عمت ساحة التحرير في بغداد بعد أن شارك المئات منددين بالطبقة السياسية معبرين عن فرحتهم بفشل المكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة. صار لنا 5 أشهر مفترشين الأرض في بارد بالمطر، احنا ما اجينا على مود تجيبوا لنا واحد قديم من عندكم 16 سنة، احنا نريد واحد من الشارع العراقي يعرف الشارع العراقي ايش محتاج. احنا نبقى على هالدوامة هاي، وأي مكلف راح يجي هم من نفس الكتلة فشلة إذا ما تأخذ مصالحها. في ذي قار جاب طلبة الجامعات شوارع المحافظة حاملين لافتات كتب عليها نريد وطنا الثورة طلابية تعبيرا عن الاستمرار في الاحتجاج. أما في الكوت فاستذكر المتظاهرون ضحايا تشرين انصبت الهتافات على دور القتلى الذين سقطوا من أجل ديمومة التظاهرات. يوسف المندلاوي، الحرة.